يقول يا اللي في ظهور الخلايق تحشون ماضي يومكم بهروجكم كم كويتوا الله عليكم ما من الله تخافون والمبتلى مجروح وانتو طعنتو إذا لقيتم ربكم وش تقولون في كل ما في غيركم قد فعلتوا بالهون في لحم المخاليق بالهون ذا طبعكم وانتو تجون وتروحون بالهون في لحم المخاليق بالهون لحم البري مسموم وانتو كليتو إذا ذا طبعكم وانتو تجون وتروحون ما فيه جسر بني ما هدمتو كم واحد بسبابكم مات مغبون اللي لقى مثواه واللي جرحتو في شرع ربي كلنا مامي ملعون والنص واضح واعتقد ما قريتو وانتو في اعراض البشر كم تخوضون يا ويلي من يعذر معاكم وشفتو أخباركم من دون وأفعالكم دون والمرقب اللي حولكم ما رقيتوا والله لو مخشى يقولوني مجنون لا صيح واكشف كل شيء كتمتوا وانتو في الماء العكر كم تصيدون واللي وقع بدينكم ما رحمتو يا ناس خافوا ربكم خالق الكون في الغايب اللي بالقنابل رميتو سلامتكم بيض الله وجهك صحة لسانك ما شاء الله صحة البال موضوع مهم جدا جدا بالغايب اللي بالقنابل رميته أيوة. ما شاء الله على أيوة والوصف صح لا موضوع مهم وطرح جميل ما شاء الله.